نشكر السيد المستشار المحترم على طرح هذا السؤال. احنا كنتمناو ماشي فقط على الاجواء، كنتمناو حتى الحدود البريه ان تكون مفتوحه، لانه في مصلحه الشعبين والبلدين كنتمناو انه الخلافات السياسيه شيء، والتبادل يعني التبادل العائلي والتواصل العائلي والتبادل التجاري والاقتصادي، يعني نتمناو ان هذا الشيء يكون يعالج بطريقه تنمويه، ويبقى حتى لا كان خلاف سياسي يبقى الخلاف السياسي. حنا كنتمناو، عندنا الان 7 ديال المرات ما بيننا وبين الاخوه، لان كاين اتفاق، كتعرف العلاقه مع اي دوله كيكون ما يسمى باتفاق بين الدولتين اللي كيحدد عدد الرحلات. عندنا الان 14 رحله، 7 يعني رحله ذهابا وايابا لكل يوم، وفعلا كان هذا المطلب نظرا للاشكالات اللي تكلمتوا عليها. والان راه كاين مفاوضات مع الطرف الجزائري باش يمكننا ان شاء الله نربطوا الجزائر مع يعني وجده مع وهران. حنا جالسين كنتحاوروا، نتمناو يبدو ان عندهم قبول مبدئي، عندنا قبول مبدئي، يمكن الترتيبات ان شاء الله. وان كنت انا رايي يمكن لنا نوصلوا الى الاجواء المفتوحه بيننا وبين الجزائر، لان الطلب متزايد من جهتنا ومن جهته، انه ما يسمى بانه ما نحدوش العدد ديال الرحلات. حنا كنتمناو حتى فتح الحدود، حتى لا تاخر البري على الاقل الجوي ما يكونش فيه. فحنا كنتمناو ماشي معاهم، مع واحد العدد ديال الدول ربما الاخوان يعرفوا، في اقل من 10 سنوات تضاعفت عدد الرحلات مع العالم بحوالي 3 ديال المرات، ومع الدول الافريقيه بشكل كبير جدا. والان راكم كما تتابعون مشينا لشرق افريقيا اللي ما كانش، مشينا لتشاد نيروبي وغنمشيو للسودان، والان كندرسوا جو اثيوبيا كنتفاوضوا معاهم. الحمد لله الان النقل الجوي لا داخليا دوليا كيتطور، والجزائر كنعتقدها اولويه بالنسبه الينا نظرا لهذه العلاقه التاريخيه والعلاقات بين العائلات، بل حتى العلاقه التجاريه بين البلدين. فرصه باغي نقول للسيدات والساده المستشارين انه احنا في الدراسات اللي قمنا بها بمناسبه واحد العدد ديال الدراسات اللي خلاتنا الان عندنا تصور من 20 سنه فيما يتعلق بالطيران المدني. هذه الحكومه انهت البرامج التي وجدتها، برامج التي وجدتها، واعدت برامج ل 20 سنه المقبله في كافه المجالات، كاين المياه، كاين الطاقه الى غير ذلك، في الشبكه الطرقيه، في الشبكه السكاكيه، في الشبكه النقل الجوي، في الجانب البحري والمينائي، في المجال اللوجستيكي، اللي غيخلي ان شاء الله افاق مستقبليه بالنسبه للبلاد ديالنا. حنا كنتصوروا بانه في النقل الجوي غيتضاعف، الان عندنا الان كيدخلوا 18 مليون، كنقدروا 2035 غنوصلوا لحوالي 75 مليون. ولذلك الان كاين حتى عمل على مستوى تطوير الموانئ وتقويه الشركه الوطنيه وفتح الاجواء مع اكثر من دوله. وحنا مقتنعين مع ان مع الجزائر راه يمكن ماشي فقط هذا، ربما مع الجزائر لو كان لقاو شي صيغه للشركتين يكونوا رابحين، لان هذا هو التصور، لان ما عندهم شركه وحنا عندنا شركه، راه كنعتقد اكثر من مدينه مع اكثر من مدينه في المغرب يمكننا نربطوهم. الان بدينا قضيه المفاوضات، نتمنى ان تعطي ان شاء الله نتائج، بل حتى مع السنغال، وهذه بشرى للاخوان ان كنتفاوضوا الان ما بين دكار وما بين فاس، لان هذا كان مطلب من جهتهم ومطلب من جهتنا، لانهم هم فاس بالنسبه اليهم يعني وجهه ضروريه واساسيه.